السالك الطيار مالك بن دينار رحمه الله، صاحب الحسن البصري رحمه الله، وكان من أكابر الطائفة، وله كرامات مشهورة ورياضات مذكورة، وكان اسم أبيه دينارا، وكان من المماليك، وولد وكان أبوه مملوكا، فهو وإن كان من أبناء المماليك لكنه كان من الأحرار في الدارين. وقال بعضهم ركب مالك السفينة في بعض الأيام، فلما سارت السفينة طلب الملاح منه أجرة الركوب، فما وجد معه شيئا ليعطيه للملاح، فضربه الملاح حتى غشي عليه، فلما أفاق طلب منه ثانية وضربه كذلك، ثم لما أفاق طلب منه وضربه، فلما أفاق أمسك برجليه ليلقيه في البحر، فطلع من البحر حيتان كثيرة وفي فم كل واحد منها ديناران من الذهب، فمد مالك يده وأخذ من واحد منها دينارين وأعطاهما للملاح. فلما رأى أهل السفينة هذه الحال ندموا وتابوا واعتذروا مما فعلوا، وقيل أن سبب توبته أنه كان صاحب جمال وصباحة، وكان محبا للدنيا والمال، وكان ساكنا بدمشق، والمسجد الذي بناه معاوية بن أبي سفيان كان يوقف عليه موقوفات كثيرة، فطمع مالك في أن يسلم إليه وأن يتولاه، فاعتكف في المسجد سنة كاملة، وبسط في زاوية منه سجادة، واشتغل بالعبادة والطاعة سنة كاملة لذلك المطمع، ليراه من يلتقي به في المسجد، وكان كل من يلتقي في المسجد ويراه على تلك الحالة كان يقول في نفسه كأن هذا منافق يصلي ويعبد الله تعالى طمعا في التولية، وكان يخرج من المسجد بالليل ويشتغل باللهو والطرب، حتى كان في ليلة مشغولا باللهو كما كانت شيمته، فقام أصحابه وكان يضرب بالعود، إذ سمع منه نداء يا مالك ما لك ألا تتوب، فتركه في الحال ودخل المسجد متحيرا متفكرا في أنه قد عبد الله سنة كاملة على رياء ونفاق ولم يحصل له المقصود، فقال في نفسه فالأولى أن أعبد الله تعالى بإخلاص وأستحي عما أفعل، وندم على ما عمل، وشرط على نفسه أنه إن ولوه التولية ألا يقبلها، فأخلص نيته وصفى سره واشتغل بالعبادة في تلك الليلة بقلب صاف وإخلاص نية. فلما أصبح دخل المسجد قوم وقالوا قد ظهر في هذا المسجد أنواع من الخلل، ولا بد له من متول صالح يقوم بعمارته وإصلاحه، ثم اتفقوا على مالك وعلى أنه ليس هناك شخص آخر أولى منه بهذا المنصب، فجاءوا إليه
وهو كان في الصلاة، فصبروا إلى أن فرغ منها وقالوا: جئنا إليك شافعين عندك لتقبل وتتولى هذا الجامع. فقال مالك في سره ومناجاته: إلهي، عبدتك سنة كاملة لأجل هذه التولية فما حصلت عليها، فعبدتك بعض هذه الليلة بإخلاص، فبعثت إلي 20 رجلا يشفعون في قبول التولية، فبعزتك لا أريد هذه التولية ولا أقبلها. وخرج من المسجد واشتغل بالمجاهدة والرياضة والطاعة والعبادة حتى صاحب الحسن البصري وصار حميد الفعال، رضي الخصال، مرضي الأحوال. وكان في البصرة رجل ذو مال، وكانت له بنت صاحبة جمال فتوفي، فجاءت البنت إلى ثابت البناني رحمه الله وطلبت منه أن يزوجها من مالك بن دينار ليكون لها عونا على طاعة الله تعالى. فعرض ثابت على مالك، فأجابه مالك: إني طلقت الدنيا 3 والمطلقة 3 لا تعود، وهي من الدنيا المطلقة، ولم يقبل أن يتزوجها. ونقل أنه كان نائما في ظل شجرة وكانت عنده حية في فمها نرجس تروح مالكا به ليستريح مالك. وقال: كنت متمنيا للغزو مدة طويلة، فلما اتفق لي أن حضرت الوقعة حصل لي حمى إلى أن أعجزتني عن المحاربة، فدخلت الخيمة واضطجعت في حزن وكرب عظيم، قائلا في نفسي: لو كان لي عند الله مقدار ومنزلة لما رزقني الحمى في هذا اليوم. فأخذتني سنة من النوم، فسمعت هاتفا يقول: يا مالك، لو تركناك تحارب لصرت أسيرا في أيدي الكفار، ولأطعموك لحم الخنزير، ولصار مآل حالك والعياذ بالله إلى الكفر. فكان في هذه الحمى لطف عظيم الحكمة إليك، فلما انتبه شكر الله تعالى وفوض إليه أموره بالكلية. ونقل أنه وقع له مناظرة مع دهري، وطال بينهما النزاع والجدال والكلام، وكل منهما كان يقول: أنا على حق. ثم اتفقوا على أن يشدوا أرجلهما ويرميان أنفسهما في النار، فمن لا يحترق منهما فهو على الحق والآخر على الباطل. فشدوهما وألقوهما في النار فلم يحترق منهما شيء أصلا، يعني لم يحترق مالك ولا الدهري. فحزن مالك وذهب إلى بيته وتضرع وتضجر عظيما، ووضع وجهه على الأرض وأخذ في المناجاة وقال: إلهي، عبدتك في الإسلام 70 سنة فساويتني بالآخرة مع كافر دهري. فسمع قائلا يقول: أنت حميت الدهري ووقيته من النار، فلو ألقي الدهري وحده في النار لرأيت حاله. ونقل أنه قال: مرضت مرضا شديدا إلى الغاية، إلى أن انقطع الرجاء عن العيش، ثم رزقني الله الصحة والعافية، فعرض لي حاجة إلى السوق ولم يكن لي من يقضيها،
فدخلت السوق بتعب عظيم لأجله، والتقيت بحاكم البلد فيه، ومعه ناس كثير من غلمانه وأجناده، فصاح رجل منهم علي وأمرني بالخروج عن الطريق، ولم يكن لي طاقة الخروج عنه مسرعا، فضربني بمقرعة، فقلت: قطع الله يدك. فرأيته في اليوم الثاني قد قطعت يده. وحكي أنه كان له جار مفسد قبيح الخصال، وكان مالك يتأذى منه ويتضرر، ولكن كان يصبر ولا يظهر من ذلك شيئا حتى ظهرت حاله، واشتكى الناس منه لسوء سيرته وقبح معاشرته، وكان رجلا جبارا متمردا. فذهب إليه مالك رحمه الله ليأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، فلما سمع الرجل مقالة الشيخ قال: أنا من المقربين في حضرة السلطان، فمن يستجري أن يقول في وجهي شيئا من هذا القبيل؟ فقال الشيخ: نعرض أحوالك على السلطان. قال الرجل: السلطان لا يطلب مخالفتي. قال الشيخ رحمه الله: نشتكي منك إلى الله تعالى. قال: فإن الله أكرم من أن يؤاخذني بزلاتي. فخرج مالك من عنده، ومضت أيام وهو أفرط في الشر والفساد والبغي والعناد، فجاء الجيران إلى مالك يشتكون منه، فذهب إليه مالك مرة ثانية للنصيحة، فسمع قائلا يقول: أقصر يدك يا مالك من صديقنا ولا تؤذيه. فتعجب مالك من هذه الحال، وذهب إلى الرجل، فقال له الرجل: لم جئت؟ قال الشيخ: ما جئتك زاجرا. وحكى له الحكاية. فلما سمع الرجل الخبر قال: الأولى أن أترك الدنيا. فتركها واشتغل بطاعة الله تعالى، وشرع في السفر والسياحة. فقال مالك: فرأيته بعد مدة في مكة كأنه صار عودا من الضعف، وما بقي منه إلا رمق، فلما رآني قال: لما قال الحبيب أنا صديقه فها أنا ذاهب إليه، وغمض عينيه وراح إلى رحمة الله تعالى. وحكي أنه اكترى دارا بقرب دار يهودي، ومحراب داره إلى باب اليهودي، فحفر اليهودي هناك جبا حتى جعله مبرزا، أي بيت خلاء، وكان يقصد من ذلك إيذاء مالك. ولا يخفى أن الحال كيف كانت، ومالك ما كان يشتكي إلى أحد ولا يظهر ضجرا، حتى اضطر اليهودي وقال له يوما: يا فلان، كيف لا تتأذى من هذا؟ قال: أنا أتأذى، ولكن قد حصلت زنبيلا ومجرفة، وأكنس كل يوم ما يحصل في الحفرة من القذارة. فقال اليهودي: ألا يحصل لك غيظ؟ قال: بلى، ولكن أكظمه. قال الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. فلما سمع اليهودي ذلك ندم وأسلم على يد مالك. ونقل أنه مضت أعوام وسنون وكان لا يأكل حلوا ولا حامضا، وكان إذا أراد الإفطار يشتري من الخباز خبزا ويفطر عليه.
وكان إدامه في بعض الأوقات لبنا، ومرة حصل له وجع فاشتهى لحما، فصبر 10 أيام، ثم اضطر في ذلك وانتفى صبره وذهب إلى دكان رواس فاشترى كراعين وأمسكه في كمه ورجع. والرواس كان عارفا بحاله فأرسل عقبه غلاما ليرى ماذا يفعل، فجاءه الغلام يبكي وأخبره أن مالكا جلس في مكان خال وأخرج كراعا من كمه وشمه وقال: يا نفس يكفيك هذا القدر، ثم خرج وأعطاهما للفقراء، ثم قال: يا جسد لا تظنن أني كلفتك بهذه المشقة وهذه التكليفات الشديدة في الدنيا بعداوتي إياك، إذ ليس في الدنيا شيء أعز وأحب إلي منك، ولكن أعمل معك مثل هذه الأفعال الشاقة وأحملك فوق طاقتك بغاية المحبة معك حتى تستريح غدا ولا تحترق، فاصبر أياما قليلة فإنها تمضي وتمر عن قريب، ثم يرزقك الله تعالى نعيما لا يزول وملكا لا يفنى. وقال: إني أسمع الناس يقولون: من لم يأكل اللحم 40 يوما ينقص عقله، وأنا ما أكلته 20 سنة وما نقص عقلي، بل ازداد بمنة الله تعالى. ونقل أنه أقام بالبصرة 40 سنة وما أكل من الرطب قط، وكلما تنقضي أيام الرطب كان يقول لمن أكل الرطب: هذا بطني ما انتقص منه شيء، مع أني ما أكلت شيئا من الرطب، وهذه بطونكم وأنتم أكلتموه، والحال أنه ما ازداد فيها شيء أصلا. ونقل أنه وقع حريق في البصرة، فأخذ مالك عليه وعصاه وصعد الجبل، ومنه صار ينظر إليهم، فبعضهم كان يحترق وبعضهم كان يهرب، وبعضهم ينقل أثقاله ويحمل أحماله، وهو كان يقول: نجا المخففون وهلك المثقلون. ونقل أنه ذهب إلى عيادة مريض وقد احتضره الموت، فكلما لقنه الشهادة كان يقول: 10، 11، وما تكلم بالشهادة، ثم قال: يا شيخ، بين يدي جبل من النار، كلما أقصد أتكلم بكلمة الشهادة النار تحمل علي وتقصدني. فسأله عن صنعته، فقيل له: كان يعامل الناس بالسلف ومكياله كان ناقصا. وقال جعفر بن سليمان: كنت مع مالك في سفر الحج، فلما أحرمنا بالحج وقال لبيك خر على وجهه مغشيا، فلما أفاق سألته عن ذلك، فقال: حين قلت لبيك فزعت أن يقال لي لا لبيك ولا سعديك. ونقل أنه حين يقول: إياك نعبد وإياك نستعين، كان يبكي ويقول: لو لم تكن هذه آية من كتاب الله تعالى وما أمر الله سبحانه بتلاوتها ما كنت أقرأها أبدا، لأننا نقول فيها إياك نعبد، والحال
أن نعبد أنفسنا ونطيعها ونقول وإياك نستعين ومنك نطلب العون، ونذهب إلى باب السلطان والقاضي ونشكر من الناس ونشكر. ونقل أنه رحمه الله كان يحيي الليل كله بالطاعة والعبادة، وكانت له بنت فقالت يا أبتي نم لحظة واسترح، فقال يا بني إني أخاف من أن تتنزل إلي في الليل سعادة فتصادفني نائما. وقيل له كيف أنت؟ قال كيف حال شخص يأكل رزق الرحمن ويطيع الشيطان؟ وقال لو نادى مناد على باب المسجد ويقول ليخرج شر الناس لا يخرج أحد من المسجد قبلي. وكان شرف مالك من هذا، ومما يدل على كمال تواضعه وذلته في نفسه أنه نادته امرأة باسم قبيح كريه، فأجاب مالك وقال مذ 20 سنة ما سماني أحد باسمي، ولكن أنت عرفت اسمي وعرفتني. وقال منذ أن عرفت الخلق لا أبالي أن يمدحني شخص أو يذمني، لأن الناس يفرطون في المدح والذم. وقال كل أخ وصديق وصاحب لا ينفعك في الدين فاتركه وراء ظهرك. وقال وجدت إخوان هذا الزمان مثل طعام السوق، ريحه طيب وطعمه كريه. وقال احذروا من هذه السحارة، ويعني بها الدنيا، فإنها جعلت قلوب الأولياء والعلماء مسخرة في طاعتها. وقال من لا يكون التحدث مع الله تعالى في المناجات أحب إليه من المحادثة مع الناس، فعلمه قليل وقلبه ضرير وعمره ضائع. وقال أحب الأعمال إلي الإخلاص في العمل. وقال أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام أن اتخذ لك نعلين من الحديد والبسهما، وخذ عكازة من الحديد ودر في العالم واعتبر وافتكر في عجائب مصنوعاتي ومبدعاتي إلى أن ينقطع النعلان وتنكسر العكازة. ثم قال معنى هذا الكلام أن الدين متين فأوغل عليه برفق، أي أدخل في غوره ونهاية بعده برفق. وقال قرأت في التوراة أن الله تعالى يقول اشتقت إليكم ولا تشتاقون إلي. وقال ورد في بعض الكتب المنزلة أن الله تعالى من على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بشيئين ما أعطاهما جبريل ولا ميكائيل. الأول أنه قال فاذكروني أذكركم، والثاني أنه قال ادعوني أستجب لكم. وقال قرأت في التوراة أن الله تعالى قال أيها الصديقون تنعموا في الدنيا بذكري فإنه في الدنيا نعمة عظيمة وفي الآخرة جزاء جزيل. وقال رأيت في بعض الكتب المنزلة أن جزاء عالم
أحب الدنيا أن أذهب حلاوة ذكري من قلبه. وقال: من غلب عليه شهوة الدنيا يصير الشيطان فارغا من طلبه. وقيل: طلب منه شخص في آخر عمره وصية فقال: كن راضيا في جميع الأوقات بمدبر يدبر أمورك ويعلم أحوالك. وحكي أنه رؤي في المنام بعد الموت وقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: حضرت عنده جل وعلا بذنوب كثيرة، ولكن محا كلها بحسن ظن كان لي به. ورآه شخص آخر كأن القيامة قد قامت والناس يدخلون الجنة، فجاء مالك بن دينار ومحمد بن واسع رحمهما الله تعالى ليدخل الجنة، فقال: أنتظرهما حتى أرى أيهما يسبق الآخر في الدخول. فسبق مالك، فقلت: يا عجبا، محمد بن واسع كان أعلم وأفقه. قالوا: نعم، ولكن كان لمحمد في الدنيا قميصان ولمالك واحد، فالتفاوت لأجل هذا، فلا يكون قميصان مثل قميص، فإن صاحب القميصين يبقى للحساب أكثر من قميص واحد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وردنا إليك ردا جميلا، وردنا إلى دينك ردا جميلا، وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.